السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب سكندري 2، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج البيور ماثيماتكس. النهاردة إن شاء الله الحلقة لطلبة العلمي وطلبة الأدبي، هنكمل بقى اللي بدأناه في الديريفاتيفز والرولز أوف ديفرنشيشن الحلقة اللي فاتت. إن شاء الله نبدأ بقى النهاردة ننهي الجزء ده بحاجة اسمها التشين رول. أنا قلت بدل المرة 1000 الناس إن شاء الله اللي هتكمل علم رياضة، يا ريت الناس كلها تعمل لايك لكل حلقات الكالكلس، لان الحلقات دي ان شاء الله انت هتبدأ تراجعها باذن الله قبل ما نبدأ في منهج تالتة ثانوي. اعمل لايك، خليها عندك في اللايبرري عندك او في المكتبة عندك على اليوتيوب بتاعك على القناة عندك، لان ان شاء الله انت محتاج الجزء ده باذن الله كله ان شاء الله في تالتة ثانوي كمان كام شهر. التشين رول يا ولاد طبعا ده جزء مهم جدا في الكالكلس، او احنا بنسميه اللي هي الكومبوزيشن فانكشن. طبعا هو طبعا يعني هي مشهوره بحاجه اسمها التشين رول، هنكملها خلي بالكم السنه الجايه زي ما هي كده ان شاء الله في ثالثه ثانوي باذن الله. طبعا بقى ركزوا كلكم معايا نفهم بقى يعني ايه تشين رول يا ولاد. لما اقول الديريفاتيف اوف ذا كومب او كومبوزيشن فانكشن اللي احنا عليها تشين رول، طبعا هي مشهوره جدا بالاسم ده. يعني ايه تشين رول يا ولاد؟ بص كده بالراحه كده واحده واحده عايزين نفهم يعني ايه التشين رول. لما اقول لك الواي ايكوال زد باور 5 كنا بنجيب ديريفاتيف ازاي؟ عشان اجيب الديريفاتيف طبعا كنا بنعمل دروب للباور وبعدين سبتراكت 1 فروم ذا باور، مش كنا بنعمل كده الحلقه اللي فاتت؟ طيب دي اسمها واي ودي اسمها زد، فانا لما اجيب الديريفاتيف هقول دي واي دي زد، صح كده؟ مش عايزين نبقى حافظين، تبقى فاهم، ما تقولش دي واي دي اكس، لا، لان دي واي وزد، تقول دي واي دي زد. عشان اجيب دي واي دي زد فانا هعمل دروب للفايف تبقى 5 زد باور جود باور 4، جميل قوي. طيب هنا انا مدي لك الواي ومدي لك الزد ومدي لك الزد ومدي لك الاكس، يا ترى دي واي دي اكس هنا ايكوالز ايه؟ واحد يبص كده يقول لي دي واي دي اكس، هو المفروض يا مستر دي واي دي اكس دي يعني يبقى في واي واكس، دي واي وزد وزد واكس، الواي هنا والاكس هنا. يعني انت يا مستر عايزني اعوض بالزد هنا عشان تبقى اكس؟ تفكير جميل. يعني انا ممكن اشيل الاكس سكوير دي اعمل هنا سبستيتيوشن اد زد هنا باكس باور 2 اول باور 5 تبقى دي اكس باور 10، خلصت خلاص. ده حل. بس الحل ده سهل، هنأجله شويه، احنا محتاجين نفهم التشين رول اصلا لان في افكار ما ينفعش اعمل فيها سبستيتيوشن. خلي بالك بقى معايا. التشين رول دي عامله زي السلسله كده يا ولاد، عامله زي بريدج كوبري كده. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتجيب دي واي دي زد. جبناها خلاص، وبعدين هات دي زد دي اكس، وبعدين اعمل لهم مالتي بلاي يطلع دي واي دي زد دي واي دي اكس في خطوه واحده. ازاي؟ بص كده معايا، تعالوا نجيب دي واي دي زد كده، اعمل دروب للفايف تبقى 5 زد باور 4، دي خلصت. هات دي زد دي اكس هنا هتعمل دروب لل 2 تبقى 2 اكس باور 1، خلاص بقى قلنا 2 اكس، جميل. لو انا عملت مالتي بلاي لدول دي واي دي زد مالتي بلاي دي زد دي اكس، مش تروح دي زد ده هي مع دي زد ده هي؟ تقول لي يبقى دي واي دي اكس ولا لا؟ هو ده الريكوايرد وهو ده التشين رول يا ولاد. يبقى كل افكار التشين رول قايمه على السلسله اللي بقول لك عليها دي، البريدج اللي بقول لك عليه، انك هتجيب دي واي دي زد وبعدين تجيب لي دي زد دي اكس وبعدين نجيب دي واي دي اكس نعمل برودكت للاثنين، هتكنسل دي زد مع دي زد، يبقى انت جبت دي واي دي اكس. يبقى انا هعمل دلوقتي دي واي دي زد مالتي بلاي دي زد دي اكس، ادي دي واي دي زد وادي دي زد دي اكس، اعمل مالتي بلاي هنا اهو، تروح دي زد مع دي زد، صح ولا لا؟ يبقى انت كده وصلت لدي واي دي اكس. يبقى انا اعمل مالتي بلاي لدول زي ما عملت مالتي بلاي للليفت هاند سايد، اعمل لي اولسو مالتي بلاي للرايت هاند سايد، هيبقى 5 زد باور 4 مالتي بلاي 2 اكس اهي، خلاص كده. يبقى دي واي دي اكس 5 مالتي بلاي 2 كمان تبقى 10، شيل بقى ممكن الزد ده اهي ونحط مكانها اكس باور 2، يعني ممكن اشيل الزد دي واحط مكانها اكس باور 2، هيبقى دي اكس باور 2 اول باور 4، دي تبقى اكس باور 8 ودي اكس باور 1 تبقى كلها 10 اكس باور 9، يبقى كده خلاص خلصت. يبقى بالراحه تاني دي واي دي زد تطلع 5 زد باور 4 دي زد دي اكس اللي هي 2 اكس، اعمل بقى دي واي دي زد مالتي بلاي دي زد دي اكس، تروح دي زد مع دي زد، يبقى دي واي دي اكس اللي انا عايزها، اعمل مالتي بلاي دي واي دي زد اللي هي 5 زد باور 4 دي زد دي اكس اللي هي 2 اكس، تبقى 10 زد باور 4 اكس، شيل بقى الزد دي عشان تبقى كلها باي 1 تيرم يا ولاد او ان تيرمز اوف اكس، عشان هو اسمها دي واي دي اكس ما ينفعش يبقى في حاجه جنبها فيها حاجه ثانيه غير الاكس، هنا في زد، شيل الزد حط لي اكس باور 2 اول باور 4 تبقى اكس باور 8،
ودي 1 يبقى اكس باور 9 خلصت خلاص. في طريقه ثانيه بقى اللي قلت لك عليها من شويه اللي هي ايه؟ شيل الزد دي حط لي اكس باور 2. لما تبقى اكس باور 2 اول باور 5 تبقى اكس باور 10. اعمل ديريفاتيف لاكس باور 10 يبقى 10 اكس باور 9 اهي. عايز تشتغل بدي اتس اوكي، عايز تشتغل بدي اتس اوكي، بس احنا هنحتاج للتشين رول دايما في الافكار اللي جايه كلها. يبقى اي مساله هيجي لك فيها واي وزد وبعدين زد واكس اقول له بقى دي واي دي اكس، مش هكتب بقى، هبدا من هنا بقى اقول دي واي دي اكس ايكوال دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس. هي دي التشين رول. يلا بقى ناخد افكار على الجزء ده. نمبر 1 هنا بيقول لي فايند دي واي دي اكس ان ايتش اوف ذا فولوينج. نمبر 8 بيقول لك زد ايكوال او الواي ايكوال زد باور 8 بلس 1 والزد ايكوال تو اكس ماينس 3. عندك طريقين اتنين، يا اما تشيل الزد دي وتحط لي 2 اكس ماينس 3 اول باور 8. لسه ما خدناش نجيب ديريفاتيف ليها ازاي. او الاسهل اجيب دي واي دي زد وبعدين دي زد دي اكس وبعدين نجيب البرودكت. طب يلا مع بعض هجيب الاول دي واي دي زد، اعمل دروب لل 8 يبقى 8 زد باور 7 تمام. هل في ديريفاتيف لل 1؟ طبعا لا، الديريفاتيف الكونستانت بزيرو. طب بس ما تسيبهاش كده بقى، تعمل ايه؟ شيل الزد دي وحط لي 2 اكس ماينس 3. رتب خطواتك بقى، يبقى 8 الزد ده اهي اللي هي 2 اكس ماينس 3 اول باور 7. خلاص دي نمبر 1 خلصت خلاص. صعبه؟ يبقى انا جبت دي واي دي زد بمنتهى البساطه 8 زد باور 7 وال1 بزيرو خلاص. شيل بقى الزد دي وحط لي 2 اكس ماينس 3 اول باور 7. دي الفيرست. جميل. عايز ايه كمان يا مستر؟ بالراحه. اجيب دي زد دي اكس. يلا نجيب دي زد دي اكس. طبعا ديريفاتيف 2 اكس فاكرين كنا بنجيب الديريفاتيف ازاي؟ تمام، الديريفاتيف ب 2 عشان دي اكس باور 1. لما نعمل دروب لل 1 تبقى دي 2 يا ولاد، هتبقى دي 2 وطبعا ديريفاتيف الكونستانت ب 0 يبقى دي زد دي اكس اللي هي 2. جميل قوي. دي طبعا السكند الديريفاتيف اللي هي دي زد دي اكس. جبنا دي واي دي زد، جبنا دي زد دي اكس، يبقى دي واي دي اكس اللي انا عايزها بقى ايكوال مين؟ تقول لي دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس. مهمه جدا دي اهي، اطلع لك كمان مره، مهمه جدا يا ولاد. يبقى دي واي دي اكس اللي هي دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس. طبعا تروح دي مع دي ولا كانك عملت حاجه، يبقى انت جبت دي واي دي اكس. يبقى انا هاخد دي واي دي زد اللي هي المنظر ده ملتبلاي 2. طبعا 8 ملتبلاي 2 تبقى ممكن 16 على طول اهي، ادي 8 2 اكس ماينس 3 اول باور 7 ملتبلاي 2. ممكن باي 1 ستيب تقول لي 16 طبعا في 2 اكس ماينس 3 اول باور 7. اتاكد انك حل صح ازاي؟ ادام دي واي دي اكس يبقى هنا في اكس بس، ما يبقاش عندك حاجه ثانيه غير الاكس. لو في اي ترم ثاني عندك زد عوض بالزد، عندك واي عوض بالواي، عندك اكس سيبها زي ما هي لان هي ان ترمز اوف واي واكس. جميل قوي. ادي اكزامبل 1. اكزامبل 2 كمان مره، عندي الواي ايكوال زد اوفر زد ماينس 1 وعندي زد اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 3. عايز دي واي دي اكس برضو بس ات اكس ب 1. يا ولاد دي اسمها دي واي دي اكس ات اكس ايكوالز 1. طيب بالراحه بقى. الاول هنجيب ايه زي ما اتفقنا؟ في واحد يقول لي يا مستر طب ما ينفعش اعوض بالزد هنا؟ ينفع صح؟ وفي واحد تاني يقول لي ايه؟ طب ما يا مستر اجيب الديريفاتيف على طول؟ برضه ينفع، انتوا الاثنين صح وانتوا الاثنين هتوصلوا. مين فاكر الديريفاتيف للفراكشنال فانكشن او الراشنال فانكشن؟ كنا بنعمل داون باور 2. في ناس سالوني يا مستر هو ايه داون ده؟ اللي هو الدينومينيتور يا ولاد، ده اسمه داون ده اسمه اب. بدل ما اقعد اقول لك دينومينيتور باور 2 ديريفاتيف النيموريتور ملتبلاي الدينومينيتور، تقيله قوي، فانا بقول داون باور 2. ديف اب في داون يعني ديريفاتيف اب، يعني ديريفاتيف اللي فوق يعني في داون ماينس ديريفاتيف داون في اب. جميل قوي. يبقى انت هتقول لي دي واي دي زد مش ريفلكشن بار، فاكرينه؟ اعمل زد ماينس 1 دي خليها لي باور 2 اهي. الداون باور 2 اللي هو الدينومينيتور باور 2 يعني. طب نجيب ديف اب، ديريفاتيف الزد بايه؟ هتقول لي ب 1، اكتب 1 في داون اللي هي زد ماينس 1 ماينس ديريفاتيف داون اللي هي 1 في زد تبقى 1 في زد. اعمل سمبليفاي ازاي؟ ال 1 في زد ماينس 1 يبقى نحط، خلي بالك ده ما بتلعبش فيه خالص، سيب الدينومينيتور دايما از ات از كونستانت. اعمل بقى 1 في زد بزد ماينس 1 ماينس زد، كانسل بقى الزد مع الزد خلاص، اعمل سمبليفاي بقت نيجاتيف 1 اوفر، شيل بقى الزد ده اهي وحط لي اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 3 مره واحده. اتفقنا؟
اتفقنا خلاص. ابدأ بقى اعمل at x ب 1، شيل ال x دي حط لي مكانها 1، ما قال لك ال x ب 1 يبقى دي 1 باور 2. بص لما تبقى ال x ب 1 اكتب الارقام اللي مع ال x فقط، يعني هنا في 1 قدام ال x اكتب 1 بلس 3 بلس 2 على طول، اهي ما 3 ماينس 1 ب 2. احسب دي كلها على الكالكوليتر تطلع نيجاتيف 1 على 36، دي نمبر 1. طب اجيب دي زد دي اكس من هنا، دي زد دي اكس هتبقى عامل دروب لل 2. يلا عايز اسمعكم بقى نجيب الدريفيتيف هنا مع بعض كده، يلا ايكوالز ايه؟ الناس ساكته ليه؟ تمام، هنقول الدريفيتيف هنا اللي هو 2x بلس 3، كلام جميل جدا اهو، لان طبعا نعمل دروب لل 2 ونعمل سبتراكت 1 يبقى 2x باور 1 اللي هي 2x. طبعا خلاص دريفيتيف اي 3x تبقى 3، 2x تبقى 2، 5x تبقى 5، نيجاتيف 2x تبقى نيجاتيف 2، نيجاتيف x تبقى نيجاتيف 1، 3x تبقى 3، لان الباور هنا 1 يا اولاد، 1 ملتبلاي 3 ب 3، x باور 0 ب 1 يبقى 3 على طول، والدريفيتيف لاي كونستانت ب 0. كده احنا جبنا خلاص 2x بلس 3 اللي هي دي زد دي اكس. طب ما هي الاكس ب 1 يبقى حط لي 1 هنا، يبقى 2 ملتبلاي 1 بلس 3 تبقى 5، يبقى احنا كده جبنا نمبر 2 اللي هو دي زد دي اكس. الرول الجميل بتاع دي واي دي اكس اللي هو مين؟ اللي هو دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس اهو. وتاكد كل مره انك ممكن ده لازم يطير مع ده، لو ما طارش تبقى في مشكله عندك او في مشكله نعالجها في المساله. هشيل دي زد مع دي زد يبقى دي واي دي اكس، يبقى انا حالل صح. يبقى انا هعمل نيجاتيف 1 اوفر 36 ملتبلاي 5 على طول، صح كده؟ تبقى نيجاتيف 5 اوفر 36 وهو ده دي واي دي اكس. اتمنى يا جماعه يكون موضوع التشين رول بقى سهل خلاص. يبقى انت بتجيب الدريفيتيف بالراحه دي واي دي زد، وبعدين دي زد دي اكس، وبعدين تعمل سبستيتيوت. اهم حاجه بعد ما تجيب دي واي دي زد عوض بالزد دايما، سواء قال لك ات اكس ب 1 او ما قالكش، قال لك دي واي دي اكس وسكت، لازم تعمل سبستيتيوشن عشان تبقى كلها ان ترمز اوف اكس. جميل قوي. المساله دي ممكن تتحل بطريقه ثانيه، ممكن واحد يشيل الزد دي ويحط اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 3 ماينس ال 1 تبقى اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 2 هنا، وهنا فوق اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 3، وتعمل نفس الديريفاتيف ده وهتوصل برضو. بس طبعا دي اسهل بكتير قوي، لان طبعا هتعمل يعني هتعمل ديريفاتيف كتير، لان في 3 تيرمز فوق و3 تيرمز في الدينامو، وانا اخاف ان انتوا تتلخبطوا في حاجه زي كده. طب ليه؟ الحل السهل قدامك اهو. تعالوا بقى ناخد رول مهم جدا تاني. يبقى احنا كده قلنا ده اسمه التشين رول يا اولاد، بس في افكار ساعات في التشين رول بقى، يعني تلاقي مثلا اكس بلس 1 على اكس ماينس 1 اول باور 8، اعمل لها ديريفاتيف ازاي؟ دي ما خدناهاش. ركز معايا بقى في الرول اللي قدامك ده. لو الواي ايكوالز اف اوف اكس اول تو ذا باور ان، وانا عايز اجيب دي واي دي اكس، احنا دايما في الديريفاتيف بنتعامل مع الباور يا ولاد، صح؟ تقول لي اه. طب جميل قوي، هنا الباور اباف الفانكشن كلها، يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 1 اول اوفر 10. اجيب الديريفاتيف ازاي؟ اتعامل مع الباور الاول، اعمل دروب للان، يبقى دي واي دي اكس الاول، اعمل دروب للان تبقى ان اهي، وبعدين ماينس 1 من الباور. احنا بنعمل كل مره كده يا مستر، يبقى اف اوف اكس ان ماينس 1، هزود خطوه تايمز الديريفاتيف اللي جوه البراكت. يبقى انا عملت دروب للان، عملت سبتراكت 1، ده اللي اخدناه لحد دلوقتي في الديريفاتيف. ايه الجديد؟ تايمز الديريفاتيف اللي جوه البراكت. الاف اوف اكس الديريفاتيف بتاعها اسمه اف داش اوف اكس. طب ناخدها بالارقام احسن. لما اقول لك الواي ايكوالز تو اكس بلس 1 اول باور 7، احنا كلنا عارفين نجيب اكس باور 7، هتعمل دروب لل 7، تعمل سبتراكت 1 تبقى 7 اكس باور 6. جميل. هنا دي 2 اكس بلس 1 اول تو ذا باور 7، اجيب الديريفاتيف ازاي؟ اول حاجه تقول لي دي واي دي اكس، هم 3 ستيبس يا اولاد. اعمل دروب للان ادي نمبر 1، سبتراكت 1 نمبر 2، ديريفاتيف اللي جوه البراكت نمبر 3. يبقى انا هعمل دروب لل 7 اهي، نزل ال 7 ماينس 1 من ال 7 تبقى 6، يبقى 2 اكس بلس 1 باور 6 تايمز مين؟ الديريفاتيف اللي جوه البراكت. طب اللي جوه البريس هنا 2 اكس بلس 1، الديريفاتيف كام زي ما اتفقنا الحلقه اللي فاتت بقى؟ يعني يا ريت بالله عليكم اللي بيسمعني لاول مره عشان ما يتعبش، مش هيخسر حاجه، يسمع الحلقه اللي فاتت في الديريفاتيف لانها مهمه جدا يا جماعه. معلش الكالكلس مهم جدا عن الالجبرا بالنسبه لنا السنه الجايه اللي هيكمل في ماث 2 يا اولاد،
لان الموضوع سهل، لما تاخد الموضوع من دلوقتي تتاسس فيه بالراحه هتستريح جدا السنه الجايه او كمان كام شهر. فيا ريت تركزوا كويس قوي. هنا الدريفاتيف اللي جوه البريس هنا 2، يبقى نعمل ملتبلاي 2. خلاص اعمل بقى 2 ملتبلاي 7 تبقى 14 و 2 اكس بلس 1 باور 6. يبقى انت كده خلصت. خلاص يبقى احنا بنعمل 3 ستيبس. اعمل دروب الاول سبتراكت 1 تايمز الدريفاتيف اللي جوه البراكت. طيب ناخد بقى افكار على الجزئيه دي كمان، يلا مع بعض. نمبر 3 هنا بيقول لي فايند ذا فيرست دريفاتيف. نفتكر تاني الفيرست دريفاتيف اللي هي دي واي دي اكس اللي هي تان سيتا اللي هي السلوب اوف تانجنت، صح كده؟ عايز الدي واي دي اكس للفانكشن اللي قدامك دي. دي 2 اكس باور 3 بلس 5 اول تو ذا باور 4. طب نعمل ايه؟ عندنا 3 ستيبس. ادي دي واي دي اكس الاول، هنعمل دروب لل 4، ادي ستيب 1، ستيب 2 حط البراكت وماينس 1 اهو، يبقى دي 3، يبقى 2 اكس باور 3 بلس 5 باور 3 تايمز مين؟ الدريفاتيف اللي جوه البراكت. طب الدريفاتيف اللي جوه البراكت هنا ايه؟ اعمل دروب لل 3 يبقى 2 ملتبلاي 3 تبقى 6 اكس باور 2. طبعا دريفاتيف الكونستانت ب 0 اهو. اعمل بقى حته السمبليفاي السهله 4 ملتبلاي 6 يبقى 24 اكس سكوير وحط البراكت زي ما هو. كمان مره نمبر 4 هنا ال y equal 3x over 2x plus 1 all to the power 5. الطريقة اللي أنا بتكلم بيها دي اتكلم بيها وأنت بتحل. ممكن؟ يعني بص كده عشان في ناس الديريفاتيف كله فكرة واحدة، يعني أنا لما أقول تايمز الديريفاتيف اللي جوه البراكت، اللي جوه البراكت ده ممكن يبقى فراكشن زي ده، ممكن يبقى باينوميال زي ده، ممكن يبقى برودكت لتو فانكشنز، وإحنا أخدنا نجيب الديريفاتيف لكل واحدة فيهم إزاي الحلقة اللي فاتت. لما تجيب الفيرست ديريفاتيف هنا اللي هي دي واي دي اكس او واي داش هتعمل ايه؟ اعمل دروب، احنا قلنا في 4 ستيبس، سوري 3 ستيبس، يبقى دي واي دي اكس اعمل دروب لل 5. حط البراكت ده ماينس منه 1 يبقى 3 اكس على 2 اكس بلس 1 بس باور 4 اهو. تايمز مين بقى؟ الديريفاتيف اللي جوه البراكت. هل الديريفاتيف بتاع البراكت ده هو نفس الديريفاتيف بتاع ده؟ لا، ده تراينوميال او باينوميال سهل، اعمل دروب ماينس 1. لكن هنا هجيب ديريفاتيف اللي جوه البراكت ده ايه؟ راشونال ديفايد، يبقى نعمل شرطه كبيره فراكشن بار كبير ونعمل ديف اب في داون ماينس ديف داون في اب اوفر داون سكوير، يبقى تعمل فراكشن بار كبير كده، هتعمل داون سكوير اللي هي 2 اكس بلس 1 باور 2 ديف اب 3 في داون اللي هي 2 اكس بلس 1 ماينس ديف داون 2 في اب اللي هي 3 اكس. فهمت يا اولاد؟ جميل. اعمل بقى ملتبلاي 3 ملتبلاي 2 اكس، يبقى لازم تعمل سمبليفاي في الفراكشن، هتبقى دي 6 اكس بلس 3. تمام، طبعا ده هينزل زي ما هو اهو، 5 3 اكس بلس 1 باور اوفر 2 اكس بلس 1 باور 4. ده بقى ادي فراكشن بار، سيب 2 اكس بلس 1 اول باور 2 زي ما هي. هنا اعمل 3 ملتبلاي 2 تبقى 6 اكس بلس 3 ماينس 6 اكس، كنسل ال 6 اكس مع ال 6 اكس، اتبقى هنا 3. بالراحه بقى وانت بتعمل سمبليفاي، معلش ركزوا في الخطوه دي. دي هتبقى ايه بقى؟ ركز كده، دي 5 خلي بالك تايم طيب 3 اللي هنا تبقى 15. وزع الباور ده دايما ده في كل مسائل الفراكشن، اعمل دروب للباور ده على النيموريتور والدينيموريتور، دي تبقى 3 اكس اول باور 4 اهي، دي 2 اكس بلس 1 باور 4 وكمان 2 اكس بلس 1 باور 2 يبقى 2 اكس بلس 1 اول باور 6. مهمة جدا جدا حتة السمبليفاي دي. طب ناخد مسألة كمان، ركز معايا اهو، أنا عملت هنا اهو بالراحة كده، أنا عملت دروب للباور دي 3 اكس اول باور 4 ودي 2 اكس بلس 1 اول باور 4. دي تبقى 5 تايم 3 اللي هنا تبقى 15، وحط ده زي ما هو. ده 2 اكس بلس 1 مرة باور 4 ومرة باور 2 يبقى كلها اول باور 6. جميل اهو، ناخد بقى فكرة تانية برضه على الجزئية دي معلش. نمبر 5. عايز الفيرست ديريفاتيف للواي ايكوالز كيوبيك روت اكس سكوير ماينس 3 اكس ماينس 4 اول تو ذا باور 2. خدنا قبل كده ما ينفعش نجيب ديريفاتيف بالمنظر ده. كل الافكار اللي انا جايبها لكم دي ممكن يقول لك هات الديريفاتيف ات اكس ب 1، يعني اللي فاتت دي مثلا دي ممكن يقول لك ات اكس ب 1، يبقى بعد ما تجيب كل الكلام ده حط اكس ب 1 واكس ب 1 ويبقى عندك السؤال تشوز. لا، انا باسسك كويس جدا ازاي تجيب الديريفاتيف، لان اخوك الصغير ممكن يعمل لك سبستيتيوشن بسهوله. طيب هنا بقى ده كده مش باور، يبقى لازم اتعامل مع ده. احول ده لباور ازاي؟ مين فاكر؟ جميل، هيبقى اكس سكوير ماينس 3 اكس ماينس 4 اول تو ذا باور 2 اوفر 3. جميل قوي، اتعامل بقى مع ده. عندك كام ستيب؟ عندك 3 ستيبس.
اول حاجه هعمل دي واي دي اكس طبعا، اعمل دروب للباور يبقى 2 اوفر 3، حط ده كله ماينس 1 يعني 2 اوفر 3 ماينس 1 تبقى نيجاتيف 1 اوفر 3 اهي. تايمز مين؟ الديريفاتيف اللي جوه البراكت. الديريفاتيف اللي جوه البراكت المره دي سهله، يبقى تعمل 2 اكس ماينس 3، طبعا ديريفاتيف الكونستانت بزيرو اهو. ما تسيبش ده دايما بالنيجاتيف، نصيحه يعني. هو كان مديها لك، انا مدي لك حاجه ترجعها لي زي ما اديتها لك. انا مدي لك الباور ده بوزيتيف، تسيبه نيجاتيف ليه؟ رجعه لاصله تاني، يبقى ينزل تحت، يبقى اعمل فراكشن بار ال 3 دي ونزل النيجاتيف باور كل ده تحت هنا في الدينومينيتور اهو. يبقى 3 هنا وده اكس سكوير ماينس 3 اكس ماينس 4 باور ثيرد. مين اللي في النيومريتور؟ البوزيتيف اللي هي ال 2 و2 اكس ماينس 3 اهي، خلصت خلاص. عايز ترجع دي للروت، رجعها للروت، ده كيوبيك روت يا ولاد، اللي هو اكس سكوير ماينس 3 اكس ماينس 4. جميل قوي. طبعا نفس الكلام ممكن يقول لك ات اكس ب 1، حط الاكس هنا ب 1 هنا ب 1 هنا ب 1، طلع الفاينل انسر. لو طلب منك الانجل ويتش ميكس وذ ذا بوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس ات اكس ب 1 بعد ما تعوض عن الاكس ب 1، يبقى السلوب ده اللي هو تان سيتا ايكوال الرقم اللي انت جبته، اعمل شيفت تان الرقم اللي انت جبته، يبقى انت كده جبت السيتا. نمبر 6. دي مساله جميله قوي. هنا عايز دي واي دي اكس الواي 2 اكس بلس 1 باور 3 ملتبلاي 3 اكس ماينس 2 اول باور 4. ده برودكت التو فانكشنز صح كده؟ هتقول لي اه. طب انا هنا هجيب ديف فيرست في سكند بلس ديف سكند في فيرست، عشان اخدنا كده الحلقه اللي فاتت. طب ديف فيرست ده ليه باور؟ حط ايدك على ده، حط القلم بتاعك هنا وهات الديريفاتيف ده لوحده. يبقى دي واي دي اكس اعمل دروب للباور 3، حط دي زي ما هي بس باور 2، الديريفاتيف اللي جوه الباور اللي هو 2 بس. انت كنت حاطط القلم هنا، خلاص شيل بقى القلم، نزل دي جنبها، ادي الديريفاتيف الاولى في الثانيه بلس، هات الديريفاتيف الثانيه دي بقى وبعد كده حط الاولى جنبها، اعمل دروب للفور، حط 3 اكس ماينس 2 بس باور 3، هات الديريفاتيف اللي جوه البراكت يبقى 3 ونزل الاولى جنبها. يبقى انت الاول هتجيب ديريفاتيف الاولى وتنزل الثانيه جنبها بلس، هات الديريفاتيف الثانيه ونزل الاولى جنبها. هي كده خلاص خلصت، اعمل سمبليفاي بالراحه بقى، 3 ملتبلاي 2 تبقى 6 ونزل ده باور 2 وده باور 4، هنا ال 4 تايم 3 تبقى 12 ونزل ده باور 3 وده خلاص خلصت كده. يقول لك ات اكس ب 0 يبقى شيل اكس حط ده 0 ده 0 ده 0 ده 0، اعمل ملتبلاي بالكل، يعني خطوه الكالكوليتر دي انا سايبها لك انت، بس اهم حاجه نعرف نجيب الديريفاتيف ازاي. جميل قوي. يلا نمبر 7. هنا الواي ايكوالز روت 2 اكس بلس 3، عايز اجيب دي واي دي اكس. فاكرين الروت؟ مين فاكر الروت خدناه الحلقه اللي فاتت يا شباب؟ كنا بنجيب الديريفاتيف بتاع الروت ازاي؟ مين اللي فاكر؟ ايوه في ناس بتقول يا مستر هنحوله الباور، جميل. وفي ناس تانية بتقول لي لا يا مستر ده احنا مش هنحوله الباور ولا حاجه، ده احنا ممكن نعمل حاجه احسن اللي هي ايه. ايوه برافو عليك، احنا كنا قلنا السكوير روت ليه طريقه جميله كده، كنا بنعمل فراكشن بار، كنا بنحط دبل الروت في الدينومينيتور يبقى 2 روت 2 اكس بلس 3، ونجيب ديريفاتيف الروت ده فوق اللي هو 2 بس خلاص. ما هو ديريفاتيف 2 اكس اللي هي 2 وديريفاتيف 3 ب 0، كنسل ال 2 مع ال 2 خلاص خلصت المساله اهي، تبقى 1 اوفر 2 اكس بلس 3. جميله جدا. في حل تاني، خلي دي باور يبقى 2 اكس بلس 3 اول باور هاف، اعمل دروب للهاف واعمل سبتراكت 1 من الباور وبعدين حولها لبوزيتيف، ما دي اسهل. الرول ده مهم جدا، اي سكوير روت اعمل فراكشن بار دبل الروت في الدينومينيتور 2 الروت، واللي جوه الروت هات الديريفاتيف وحطه فوق. طب تمام. او كمان مره مساله تانية، سكوير روت تاني. هنا بيقول سكوير روت لمين؟ ل 5 اكس باور 3 ماينس 2 اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 1، هنعمل ايه؟ يلا هتقول لي يا مستر هنحط دبل الروت في الدينومينيتور، ادي فراكشن بار، ادام الكلام ده مع السكوير روت بس، لكن لو كيوبيك روت لا حوله الباور بقى زي ما قلنا قبل كده، لكن السكوير روت بس هو اللي انا بعمل الطريقه دي يا ولاد. هنحط دبل الروت في الدينومينيتور، دبل الروت اللي هو مين بقى؟ هتقول لي 2 الروت كله، الروت كله اللي هو 5 اكس باور 3 ماينس 2 اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 1، فوق
هات الديريفاتيف اللي جوه الروت. اللي جوه الروت دي بالراحه بقى، نزل ال 3 تبقى 15 اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس 2 وديريفاتيف ال 1 بزيرو، خلصت خلاص. لو قال لك بقى هات اكس ب 1 هات اكس بكذا، كل الافكار خلاص. يقول لك ساعات هات الديريفاتيف ات 1 و 2، يعني ايه 1 و 2؟ يعني شيل اكس حط مكانها 1، يبقى دي 15 ماينس 4 بلس 2، هنا 5 ماينس 2 بلس 2 بلس 1، وخلصها لي كلها طبعا بالكالكليتر. نمبر 9. نرجع تاني للتشين رول. هنا ال y equal z square على z square plus 1، وهنا z equal root 3x minus 2. يا ترى دي y دي x at x ب 1 ايه؟ فاكرين في بدايه الحلقه قلت لك في حلين للمساله دي. الحل الاولاني اجيب دي y دي z عادي، ده فراكشن بار او ده راشونال فانكشن، اعمل الدينومينيتور باور 2 ديف اب في داون ماينس ديف داون في اب، ده طريق. الطريق التاني بقى اعمل ايه؟ هنا دي y in terms of z ودي z in terms of x. طب ما انا ممكن اعمل سبستيتيوشن، ال z دي احطها مره هنا ومره هنا، ايه رايكم؟ يبقى y افتح براكت كبير احط هنا root 3 x minus 2 all power 2 root 3 x minus 2 all power 2 plus 1. طب ال 2 ده هي تعمل ايه مع الروت؟ تكنسل الروت، تبقى دي 3 x minus 2، الروت هيطير ال 2 الباور مع الروت، يبقى 3 x minus 2 plus 1 يبقى 3 x minus 1. الله على الجمال، اتنقلنا فورا للحلقه اللي فاتت اهي. فراكشن بار سوري راشونال فانكشن. طب نجيب ديريفاتيف دي ازاي؟ الرول الجميل اللي بنحبه، فراكشن بار نعمل الدينومينيتور باور 2 ديف اب يبقى 3 في داون اللي هي 3 x minus 1 minus ديف داون اللي هي 3 multiply up اللي هي 3 x minus 2. اعمل 3 multiply 3 x تبقى 9 x minus 3. سيب الدينومينيتور ما تلعبش فيه خالص، حتى كمان السنه الجايه كده ان شاء الله هتبقى دي 9 x minus 3 minus 9 x plus 6. كنسل بقى ال 9 x مع ال 9 x simplify، يبقى عندك 6 minus 3 تبقى 3 over 3 x minus 1 all power 2. حل سهل جدا اهو. عايز تشتغل التشين رول براحتك، تعمل دي واي دي زد وبعدين دي سكوير روت، تحط دبل روت في الدينومينيتور اللي هو 2 روت 3 اكس ماينس 2، وتجيب ديريفاتيف اللي جوه الروت اللي هو 3 في النومريتور، وبعدين تعمل دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس بنفس طريقه التشين رول. ماشي، عايز الطريقه دي اسهل، الاثنين طبعا صح. لو قلت لك بقى هنا ات اكس ب 1 يبقى شيل اكس دي حط مكانها 1، طبعا 3 ماينس 1 تبقى 2 باور 2 4، تبقى دي 3 على 4. طب لو عايز منك الانجل which makes with the positive direction of x axis، هتعمل shift 10 3 over 4 وتجيب الانجل. طب لو طلب السلوب at x ب 1، طب ما السلوب اللي هو dy dx، طلب y داش هي dy dx، طلب f داش هي dy dx. اتفقنا؟ احنا بنراجع كتير دايما بالاكسبريشنز اللي موجوده عندك في المنهج. تعالوا بقى للصفحه دي، سيب الموبايل اللي في ايدك، سيب كوبايه الشاي اللي معاك، انت كمان بطلي لعب في اللي قدامك، ركزوا معايا. لما اقول لك دي دي اكس واي باور 3 دي طريقه ثانيه للديريفاتيف. احنا اتفقنا الحلقه اللي فاتت جبت لك صفحتين مليانين زي دي كده، قلت لك لو دي اكس لازم تبقى دي اكس، قلت لك لو دي واي لازم تبقى دي واي، لما تبقى دي تي تبقى هنا في تي، هنا في زد تبقى هنا في زد، هنا او تبقى هنا او اند سو اون، لكن تبقى اكس وواي لا ما تنفعش. هي دي التشين رول بقى. اعمل ايه؟ اعمل ديريفاتيف عادي جدا لدي وحط جنبها دي واي دي اكس. ازاي؟ يعني اعمل ديريفاتيف عادي الاول، طبعا انا جايب كذا فكره اهو نحطهم الاول. بص معايا كده، هنا انا هعمل ديريفاتيف عادي جدا لدي لانها اكس وواي. بص هنا واي واي دي ما عندناش مشكله، تي وواي لا دي مشكله، زد وواي مشكله، اكس وواي مشكله. لو واي وواي ما فيش مشكله، لو دي تي وهنا تي عادي، لو دي زد ودي زد جميل، لو دي اكس ودي اكس اجمل، لكن ما فيش الكلام ده. يبقى نشتغل بالتشين رول اللي هي ايه؟ بص معايا، اول حاجه نعمل ديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو 3 واي سكوير، تمام؟ طب انت كده عملت ديريفاتيف للواي، صح كده الكلام؟ امال فين بقى الديريفاتيف ريسبكت للاكس اللي هي اسمها دي واي دي اكس؟ اسمها ايه؟ دي واي دي اكس. يبقى اعمل ديريفاتيف عادي، الكلام ده بعمله امتى؟ لو دول ديفرنت. يعني ايه لو دول ديفرنت؟ يعني اكس مع واي، واي مع زد، ال مع ام، تي مع واي، تي مع زد،
تعمل 3 واي سكوير دي واي دي اكس على طول، ما هي دي واي ودي اكس يبقى اسمها دي واي دي اكس. كمان مرة هنا واي دي ما عندناش مشكلة، اعمل ديريفاتيف عادي تبقى 3 واي سكوير، خلاص خلصت. لانك هتكتب دي واي، دي واي اللي هي ب 1 ما ملهاش لازمة. هنا بقى اعمل ديريفاتيف عادي جدا برضو اللي هي 3 واي سكوير، لا دي هنا واي وتي، اكتب دي واي دي تي اهي. كمان مرة دي زد واي، لا دي دي فيها مشكلة، اعمل ديريفاتيف عادي يبقى 8 واي باور 7، دي باور 7 اسف، دي باور 7 يا ولاد، وبعدين دي واي دي زد اهي، ديريفاتيف واي ريسبكت لزد. طب هنا اكس واي، هات ديريفاتيف الواي اللي هي 1 وبعدين دي واي دي اكس، صح كده اهي، خلاص دي واي دي اكس، دي اكس انا اسف دي اكس يا ولاد، دي اكس يبقى دي اكس كمان، خلاص كده. يبقى لما يبقوا ديفرنت اعمل ديريفاتيف عادي 3 واي سكوير دي واي دي اكس، ما عندناش مشكله، هات ديريفاتيف وخلاص. دي 3 واي سكوير دي واي دي تي، 8 واي باور 7 يبقى دي واي دي زد، هنا الديريفاتيف بتاع الواي ب 1 دي واي دي اكس. اتفقنا؟ اتفقنا. دي واي دي اكس زي ما اتفقنا، معلش خلاص. طيب هنا بيقول لي ايه بقى؟ عايز دي واي دي اكس لو واي باور 3 ايكوالز اكس باور 4 ماينس 2 اكس سكوير بلس 1. خلي بالكوا احنا في حلقه النهارده خدنا يعني افكار كتيره جدا، انا عايزك تراجعها مع نفسك بالراحه وبعدين تبدا تحل. دايما الديريفاتيف بيقول لك الواي ايكوالز، الواي ايكوالز ده دي واي باور 3 ايكوالز، لما تبقى واي باور 3 ايكوالز تعمل ايه؟ لازم اخليها واي. فاكرين الترم اللي فات؟ هو احنا في الايكويشن مثلا لما اقول لك اكس سكوير ب 7 مثلا، مش بتجيب الاكس ايكوالز روت 7 او بوزيتيف او نيجاتيف روت 7 صح؟ ليه؟ عشان عايز الاكس. خدناها في الراشنال اكسبوننت السنه الترم اللي فات، لو اكس باور 2 ايكوالز 3 مثلا هتبقى الاكس ايكوالز 3 باور هاف، نودي الباور هناك بالمالتيبليكيتيف انفرس، يعني دي واي باور 3 هوديها هناك ب 1 اوفر 3، محدش يعمل لي كيوبيك روت لان الديريفاتيف ما بيشتغلش مع الروت، هو بيشتغل مع الباور الى السكوير روت، انا مدي لك الطريقه بتاعته. على فكره السنه الجايه ان شاء الله هديكم طريقه الكيوبيك روت والفورث روت مهما كان بقى الاندكس بتاع الروت، لكن هنا خليها لي باور دلوقتي، هتبقى الواي دي ايكوال اكس باور 4 ماينس 2 اكس سكوير بلس 1 اول باور 1 اوفر 3. اتفقنا اهي؟ جميل قوي، اعمل بقى ديريفاتيف كده. طب لو دي 7 خلي دي كلها باور 1 اوفر 7، طب لو دي 8 خلي لي دي كلها 1 اوفر 8، طب لو دي نيجاتيف 3 خلي لي دي نيجاتيف 1 اوفر 3، طب لو دي 3 اوفر 2 تخليها هنا 2 اوفر 3، لو 7 اوفر 8 خليها لي هنا 8 اوفر 7. الافكار كلها واحده. اعمل ديريفاتيف ازاي؟ اعمل دروب للباور يبقى دي واي دي اكس، اعمل دروب للثيرد نزل الثيرد، حط البراكت ده زي ما هو وماينص ل 1 من فضلك تبقى دي نيجاتيف 2 اوفر 3 اهي. تايمز اوعى تنسى ديريفاتيف اللي جوه البراكت يا مسطول، ديريفاتيف اللي جوه البراكت يبقى 4 اكس باور 3 ماينص 4 اكس. دي 4 اكس باور 3 عفوا يا ولاد، لان دي اكس باور 4 تمام كده، دي 4 يا شباب خلصت خلاص. عايز تخلي ده بوزيتيف باور مفيش مشكله، اعمل فراكشن بار حط 3 وده كله ينزل تحت في الدينومينيتور، اللي هو عايز ترجعه روت ارجعه لك روت بسهوله جدا اهو، المفروض ده ينزل تحت الروت اكس تحت سوري في الفراكشن في الدينومينيتور اكس باور 4 ماينس 2 اكس سكوير بلس 1 اول تو ذا باور 2 على 3. جميل قوي، خلي بالك من حاجه، مش دي واي باور 3 هيطلع كيوبيك روت، لو دي واي باور 2 يبقى ده سكوير روت، لو دي واي باور 5 يبقى فيفث روت وهكذا، فانا هخليها اكس باور 4 ماينس 2 اكس سكوير بلس 1 ده كيوبيك روت وحط الباور بتاع 2 هنا. لو حبيت ارجع دي كمان لباور هيبقى اللي جوه على اللي بره، يبقى 2 اوفر 3 زي ما انت كنت كاتبها فوق. اتفقنا؟ يبقى لو عايز احولها الروت بطريقه سهله جدا، دايما الدينومينيتور ده هو الاندكس بطريقه ثانيه اهو، يعني لو 2 اوفر 5 يبقى فيفث روت، 2 اوفر 3 يبقى كيوبيك روت، 1 اوفر 2 تبقى سكوير روت، وطبعا النومريتور دي 4 اكس باور 3 ماينس 4 اكس، دي 4 يا ولد دي 4. خلاص كده انت خلصت المساله بتاعتك. طيب ناخد فكره ثانيه كمان مره، هنا واي باور 4 ايكوال اكس باور 5 ماينس اكس، اعمل ايه؟ لازم اخلي دي واي، كل الافكار اللي عندك في ثانيه ثانوي واي ايكوالز،
يبقى لما تجي لك واي باور 4 لا خليها لي واي، وادي الفور هناك بالمالتيبليكاتيف انفرس زي ما شرحناها بقى خلاص، هيبقى اكس باور 5 ماينس اكس اول باور 1 اوفر 5 1 اوفر 4 سوري، عشان دي واي باور 4 اهي. طب وبعدين تعالوا بقى نجيب دي واي دي اكس، اعمل دروب للباور 1 اوفر 4، حط البراكت زي ما هو، ماينس ل 1 من فضلك هنا، يبقى 1 اوفر 4 ماينس 1 تبقى نيجاتيف 3 اوفر 4. اوعى تنسى تايمز الديريفاتيف اللي جوه البراكت، اقرص نفسك لو نسيته. صح كده معايا، الديريفاتيف ده ما تسرحش، يبقى 5 اكس باور 4 ماينس 1 في براكت، ده نيجاتيف باور للمره الرابعه بنقوله النهارده اهو، ينزل في الدينومينيتور 4 وحط جنبها اكس باور 5 ماينس اكس اول باور 4. عايز روت يا مستر؟ دايما الدينومينيتور هو الاندكس بتاع الروت، يبقى 4 روت، واكتب اكس باور 5 ماينس اكس باور 3. مين اللي في النيومريتور؟ ال1 ما بنكتبش 1، اكتب 5 اكس باور 4 ماينس 1. طب لو طلب منك الديريفاتيف دي واي دي اكس ات اكس مثلا ب1، يبقى نحط 1 هنا 1 هنا 1 هنا ونحسب كل الكلام ده على الكالكليتور، يطلع معاك بسهوله جدا. فكره كمان نمبر 17، دي مساله بقى حلوه جدا. طبعا كل المسائل تيجي ام سي كيو بالمنظر ده، يقول لك الواي زد سكوير بلس 3 زد بلس 5 وزد ايكوالز هاف اكس سكوير بلس 2، يا ترى دي واي دي اكس ماينس 7 دي زد دي اكس ماينس اكس باور 3 بكام؟ اقرا كويس جدا الريكوايرد. هنا دي واي دي اكس ما عندكش واي واكس، يبقى دي تشين رول، اجيب دي واي دي زد وبعدين دي زد دي اكس وبعدين اجيب دي واي دي اكس واعوض هنا، دي زد دي اكس اجيبها من هنا، ادي زد واكس، اجيب دي زد دي اكس وبعدين اعمل لي هنا سبستيتيوشن. طب ما تيجي نبدا واحده واحده، يلا هات دي واي دي زد الاول، يبقى هعمل دروب بقى للباور، يبقى 2 زد بلس كام؟ بلس 3، لان ديريفاتيف الكونستانت بزيرو، يبقى 2 زد بلس 3، والزد بايه؟ عوض بقى بهاف اكس سكوير بلس 2 زي ما اخدنا بقى، يبقى خلاص اعمل سمبلفاي. مهم جدا الخطوه دي، شيل الزد ده اهي، حط لي هاف اكس سكوير بلس 2 والباقي كله زي ما هو، دخل لي 2 جوه، هتروح ال 2 دي مع 2 دي، يبقى اكس باور 2 بلس ال 4 بلس 3 اللي هي اكس باور 2 بلس 7. كده انا جبت دي واي دي زد اهي. تعالوا بقى نجيب بنفس الطريقه دي زد دي اكس، هعمل دروب لل 2، 2 ملتبلاي هاف تبقى 1، تبقى دي اكس بس، وطبعا ديريفاتيف الكونستانت بزيرو، يبقى دي واي دي زد او دي زد دي اكس تطلع في الاخر باكس بس كده خلاص. طبعا دي نمبر 2 اللي تشين رول، يبقى دي واي دي اكس اللي هي دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس، يبقى اكس ملتبلاي اكس سكوير بلس 7 اهي، اعمل اكس ملتبلاي اكس سكوير تبقى اكس باور 3 اكس ملتبلاي 7 تبقى 7 اكس. كده انا جبت خلاص دي واي دي اكس. ابدا بقى بالليفت هاند سايد، شيل دي واي دي اكس كلها، حط لي اكس باور 3 بلس 7 اكس ماينس 7 تنزل، شيل دي زد دي اكس اللي هي بايه؟ اللي هي باكس، يبقى دي ماينس 7 اكس اهي، ما انا حطيت دي زد دي اكس مكانها اكس يا اولاد من هنا، ماينس اكس باور 3 نزلها لي. بص الجمال، اعمل سمبليفاي بقى خلاص، اكس باور 3 ماينس اكس باور 3 بزيرو، و7 اكس ماينس 7 اكس بزيرو، يطلع الليفت هاند سايد اولسو ايكوالز زيرو. ادي فكره ثانيه. اتمنى بقى كده، هو خلي بالكم ان التشين رول مع الرولز اوف ديفرنشيشن هو ليسون واحد في السكول بوك يا ولاد، انا قسمته على حلقتين لاهميه الدرس ده جدا جدا جدا. طيب ناخد برضو فكره كمان نمبر 18. هنا بيقول هنا بقى مسألة يا ريت بقى صح صح قوي، يا ريت لو انت قاعد وموقف احسن، وانت كمان. f of x equal to x minus 1 equal x square plus 3، عايز f dash of 5، ايه المنظر ده بقى يا مستر؟ هو مش احنا دايما بنقول f of x a to x minus 1 دي؟ عادي جدا ما تزعلش نفسك، يعني انا هي لو f of x يجيب لها derivative، ولو هي f of 2x minus 2 ولا minus 1 ما اعرفش اجيب الديريفاتيف، لا ده احنا نعرف نص ازاي. ركز معايا، اول حاجه انت بتجيب لو هي اف اوف اكس، بقول اف داش اوف اكس صح؟ انت لو ركزت كويس هتبقى الاف داش اوف اكس في الديريفاتيف اللي جوه البراكت هناك هتبقى 1، لان اف اوف اكس يعني بص كده، انا اسف يعني معلش المساله دي، دي كانت واي مش اف اوف اكس. طيب لو هي اف اوف اكس يا اولاد، تخيل كده معايا، لو دي اكس كل دي اكس، هيبقى الديريفاتيف اف داش اوف اكس في الديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو ديريفاتيف الاكس ب 1، فما بكتبوش اصلا، فدايما بقول الاف اوف اكس يبقى الديريفاتيف اف داش اوف اكس. لكن الاف اوف 2 اكس ماينس 1 لا،
يبقى الاف داش اوف 2 اكس ماينس 1 تيجي ازاي؟ اعمل اف داش 2 اكس ماينس 1 في ديريفاتيف البراكت، ديريفاتيف اللي جوه البراكت هنا اللي هي كام؟ اللي هي 2، وديريفاتيف اكس سكوير 2 اكس، وديريفاتيف 3 ب 0. يعني لو دي اف اوف 3 اكس ماينس 1 يبقى الديريفاتيف اف داش اوف 3 اكس ماينس 1 تايمز 3. وصل كده؟ طب لو كمان مره اف اوف 5 اكس بلس 2 تبقى اف داش اوف 5 اكس بلس 2 تايمز الديريفاتيف اللي هو 5 2 اكس ماينس 1، يبقى اف داش 2 اكس ماينس 1 في الديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو 2 وديريفاتيف اكس سكوير اللي هي 2 اكس. طيب هو بيعايز الاف داش اوف 5، الاف داش المفروض اوف اكس هي الاكس هنا ب 2 اكس ماينس 1، يبقى لما اقول لك الاف اوف 5 يبقى تحط لي اللي جوه البراكت ده في 5 عشان اعرف الاكس دي بكام، يبقى 2x ماينس 1 تبقى 5 عشان اعرف الاكس بكام واعوض هنا. هات النيجاتيف 1 بالبوزيتيف يبقى 2x ب 6، اعمل ديفايد باي 2 طلعنا الاكس ب 3. انت تشيل 2x ماينس 1 دي كلها تحط لي مكانها 5، يبقى الاف داش اوف 5 اهي، ودي 2 و2 الاكس ب 3، كنسل ال 2 ده اهي مع ال 2 ده اهي، يطلع الاف داش اوف 5 ب 3. المساله دي قويه جدا يا اولاد، وعندنا في المنهج الفكره دي بدات تيجي في امتحانات ثالثه ثانوي من سنتين. خلي بالكم الافكار دي جميله جدا. اقولها تاني معلش، دي اف اوف اكس يا حبايبي، اجيب الاف داش ازاي؟ هات الاف داش اوف 2 اكس ماينس 1 في ديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هي 2 وديريفاتيف اكس سكوير ب 2 اكس. الاف داش اوف 5 دي اف داش ودي اف داش، يبقى تحط لي 2 اكس ماينس 1 اللي جوه البراكت هنا ايكوال اللي جوه البراكت هنا، يبقى 2 اكس ماينس 1 ب 5. طلعنا الاكس ب 3، يبقى شيل 2x ماينس 1 حط لي 5، وشيل x حط لي 3، كنسل ال 2 مع 2 تطلع f داش اوف 2 تطلع ب 2 ب 3 سر، لان 2 مع 2 يبقى f داش اوف 5 تبقى ايكوال 3. ادي مساله ثانيه. خلاص كنسل ال 2 مع 2. ناخد فكره كمان نمبر 19. هنا ال y ايكوالز كيوبيك روت z و z ايكوالز x سكوير ماينس 3x بلس 2. يا ترى دي y دي x هنا ايكوالز ايه؟ عندي طريقين، اجيب دي واي دي زد مره، دي زد دي اكس مره، وبعدين تشين رول. الطريق الثاني اشيل الزد دي واحط كل الكلام ده، انا عوضت المره دي. عايزين نجرب الطريقتين، اللي يعجبه يشتغل بدي اهلا وسهلا، اللي يعجبه بيشتغل دي واي دي زد ودي زد دي اهلانين وسهلانين. يبقى انا هقول هنا كيوبيك روت، شيل الزد دي حط لي كل الكلام ده اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 2. احنا ما بنعمل طبعا لو دي سكوير روت يا سلام تبقى زي الفل يا مستر دبل الروت ونجيب الديريفاتيف في النوميريتور، لكن يا فقري دي مش دي سكوير روت، ده كيوبيك روت، يبقى لازم احولها الاول لباور، يبقى اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 2 باور 1 اوفر 3. اجيب دي واي دي اكس ازاي؟ اعمل دروب للباور يبقى ثيرد، حط لي ده زي ما هو وماينس 1 من الباور اللي هو نيجاتيف 2 اوفر 3 تايمز ديريفاتيف اللي جوه البراكت. طبعا ديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هو 2 اكس ماينس 3 اهي. ما تسيبش المنظر ده، رجعه روت تاني او على الاقل تخليه بوزيتيف باور. يبقى نعمل فراكشن بار، ده نيجاتيف حط 3 وده جنب منه، ده روت كيوبيك روت اهو. الاندكس هنا كام في الدينومينيتور؟ 3. يبقى كيوبيك روت اكس سكوير ماينس 3 اكس بلس 2 اول باور 2 و2 اكس ماينس 3 اب. خلصت المساله. عايز يقول لك بقت اكس بكذا، اعمل سبستيتيوشن واكمل شغلي. كمان مره نمبر 20. هنا الواي 3 زد سكوير ماينس 1 الزد 5 اوفر اكس، دي في السكول بوك، عايز دي واي دي اكس. طب ما هو انا ممكن اعوض هنا يا مستر عن الزد واخلص، ادي حل. واحد تاني يقول لي لا انا هجيب دي واي دي زد، انا ماشي مع الطريقين اهو اللي يريحكم. اجيب دي واي دي زد وبعدين دي زد دي اكس وبعدين اجيب دي واي دي اكس. دي واي دي زد من هنا اعمل دروب لل 2 تبقى 6 زد. تمام؟ دي 6 زد. اسف يقول لي 6 زد معلش، دي 3 زد باور 2، لا دي 6 زد يا ولد. خلاص معلش دي 6 زد، انا اسف معلش انا هقول الفكره دي غلطه كبيره، معلش دي 6 زد يا حبايبي. خلاص يعني دي المفروض اصلا دي 6 زد، واشيل الزد دي واحط 5 على اكس، هتبقى دي 5 تايم هنا في 6 تبقى دي 30 على اكس. خلاص مش 15 على اكس، تبقى دي 30 على اكس. انا بحل معاك اهو، يبقى دي 6 زد، دي 6 يبقى 6 ملتبلاي زد 5 على اكس تبقى 30 على اكس. طيب دي نمبر 1.
اجيب بقى دي زد دي اكس ازاي؟ بص كده المنظر ده دايما ما ينفعش نجيب له فراكشن، لان ترم على اكس لا، خليها 5 اكس باور نيجاتيف 1 زي الحلقه اللي فاتت. اعمل بقى دي زد دي اكس، اعمل دروب للباور، يبقى 5 في نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 5 اكس باور نيجاتيف 2. طب ما ترجعها لاصلها تاني بوزيتيف باور، يبقى نيجاتيف 5 اوفر اكس باور 2. دي نمبر 2. اقول حاجه هنا بقى، انا ممكن اجيب اي ترم زي ده 5 على اكس، حط نيجاتيف 5 على اكس باور 2. مش احنا بنعمل الدينومينيتور باور 2؟ اه مش ده فراكشن؟ اه خلي دي باور 2 اكس باور 2 وخلي نيجاتيف 4، يعني اعمل حركتين. يعني لو دي 1 على اكس خليها نيجاتيف 1 على اكس سكوير، لو دي 3 على اكس يبقى نيجاتيف 3 على اكس سكوير، لو 5 على اكس يبقى نيجاتيف 5 على اكس سكوير، وما تعملش الخطوات دي كلها. خلاص انا اديتك حاجه سهله اهي تحل بيها على طول. طيب انا عايز اجيب دي واي دي اكس، يبقى انا هقول دي واي دي زد ملتبلاي دي زد دي اكس. دي واي دي زد اللي هي 30 على اكس، انا صلحت معايا دي 30 على اكس. خلاص ملتبلاي طبعا دي زد دي اكس نيجاتيف 5 على اكس، طبعا دي 30 تايمز نيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 150 على اكس باور 3. دي نيجاتيف، دي نيجاتيف 150. معلش انا بصلح معاك المساله دي عشان الاخطاء اللي موجوده اهي. يبقى نيجاتيف دي 30 تايم 5 يبقى نيجاتيف 150 على اكس ملتبلاي اكس باور 2 اللي هي اكس باور 3. ده اللي هو ريكوايرد. كمان فكره هنا الواي ايكوال اكس سكوير ماينس 2 على 3 اكس او 3 بلس اكس سكوير اول تو ذا باور 7. عايز دي واي دي اكس لما الاكس بزيرو. بالراحه عشان دي مهمه جدا. احنا اول حاجه نعمل دروب للباور اللي هو 7، وبعدين ماينس 1 من الباور يبقى 6، كل ده باور 6 تايمز مين؟ ديريفاتيف اللي جوه البراكت. طب اللي جوه البراكت ده فراكشن، اعمل فراكشن بار، اعمل الدينومينيتور ده باور 2 اهو. ديف اب في داون ماينس ديف داون في اب، ديف اب اللي هو 2 اكس في داون 3 بلس اكس سكوير ماينس ديف داون ب 2 اكس في اب اللي هو اكس سكوير ماينس 2. اكس سكوير ماينس 2 يا ولاد، دي ماينس 2، دي اكس سكوير ماينس 2. خلاص دي ماينس 2. اعمل بقى 2 اكس ملتبلاي 3، وممكن من هنا اعوض عن اكس بزيرو. انا مش هكمل المساله دي يا ولاد، انا هاجي من هنا اعوض عن اكس بزيرو. رايح دماغك، مش هقول لك اكس بزيرو ما تكملش. اكس بزيرو يعني كنسل اي حاجه فيها اكس، يبقى ده خلاص طار مع ده اهو، مفيش اكسات. دي زيرو تايم كل ده بزيرو صح، وده بزيرو تايم البراكت ده، يبقى يعني كل ده بزيرو. ما هو زيرو في البراكت بزيرو، ده زيرو في البراكت بزيرو، زيرو ماينس زيرو بزيرو على اي حاجه بزيرو، يبقى الفراكشن ده كله بقى بزيرو. هنا يبقى نيجاتيف 2 على 3 باور 6 ملتبلاي 7، تخلص في خطوه واحده بالكالكوليتر من غير وجع القلب. عايز تعمل سمبليفاي براحتك، هتسيب ده زي ما هو اهو، انا عملتها على طول اهو، عوضت وريحت دماغي، عوضت وريحت دماغي. خلاص انت كل اللي هتعمله اهو، ده زيرو اهو فوق، هيبقى ده زيرو ماينس، طبعا ده كله بقى بزيرو، ده في زيرو بزيرو، لا اسف معلش، لا ده كله ده بزيرو يا ولاد، لا الرقم ده ما يطلعش ابدا اهو، ده كله بقى زيرو، زيرو ملتبلاي اي حاجه بزيرو. يبقى لما اطلب منك الدريفاتيف بقت اكس بزيرو، ما هو ده هنا الدريفاتيف اللي فوق 2 اكس، والاكس بقت بزيرو في اي براكت بزيرو، بقى دي بزيرو خلاص، ماينس زيرو خلاص، يبقى الفراكشن ده كله بقى بزيرو، زيرو في اي حاجه بزيرو من غير ما نحسب كل الكلام ده، يبقى تطلع بزيرو يا ولاد. خلاص ما تطلعش ابدا بالرقم ده، ده زيرو، لا الرقم ده كله زيرو يا ولاد، تطلع بزيرو. خلاص بكده يبقى خلصنا التشين رول النهارده، او الكومبوزيشن فانكشن. خدنا ازاي نجيب دي واي دي زد، دي زد دي اكس، وبعدين نجيب دي واي دي اكس. خدنا ازاي نجيب لو عندي براكت باور، عند لو براكت جوه البراكت ده في فراكشن باور. كل الافكار دي افكار مهمه جدا، ريحها تاني مع نفسك. كده احنا خلصنا التشين رول وخدنا الرولز اوف ديفرنشيشن كلها. خلاص ان شاء الله الحلقات اللي جايه باذن الله نضغط ان شاء الله ونخلص المنهج بتاعنا. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق، اسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.